وحلو عيارتو بيدي يا عيدو نور كيسكو عليو وبحعي بعينيو مهر لقو عسومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام أصحاب من الأرض في مولك عندنا موديل نرمانتي في غير أيام تذكرني عروس كي عروس سدة كين جعلوا أيام لا عروس كذا مسؤول هاي نرمانتي في حدا ما تمل سوكو بكرو وفي حدا مسؤولين لما تين إني كنا واحد من الروائن تكون أنتي بسوبرتين هم بليو هم بليو الله كلي يكون إن شاء الله نحن نعود عني وأسرس من دونا إلا يحد وقار دونا عروسكي نواك أنا عروسكي my brother أي برو إن شاء الله تلفين ربا الله يا ومبيد دونا حير حضرين يرحب برادر محل هذا هاي مدام معناتها هذا هاي وقاد فرح سنت هاي أصحابتي ذي أصحابت هذا محل هذا هاي دمانتو دو السلام عيا ونحن الله يهيدي إن شاء الله سيدوك الذين كان عنوس ودعية إن إلهي فرحة دم فرحة وعطونا وقد يقول إن شاء الله بيت أن الله فأنا وحن قولي يا برادر دار كذا كسيوت قسم روحة دعية له هاي إن شاء الله يحفل دنا بسيدة من تهاي ودي حفل دنا بلارا تهاي فروقان فرحة وبدان إذن كان نقول ترغل لي سلسة عدونا أكثر عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فضل ماشي سجود من الآية بعد ما تجيب يوم الجرد يوم العشر يوم العشر سجود أبدا سوء أجيبي رقم تعبير من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أزوجك وأمتعك على ما أمر الله به من مساكين بمعروف وإسلام بإحسان أزوجك أيام محمد طاهر أزوجك وأمتعك على ما أيام محمد طاهر ومهلكين وياهي شنكم وطولب أقبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهل قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهل المدهول وحنكم قولي أيام محمد طاهر ومهلكين وياهي شنكم وطولب ما أقبلش كل شيء لم يكذا وأن أقبل أيام محمد طاهر وانا اقول لك ان 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 اقول ل
عشيرة دينا على الكيدين رايح